احسن كورس انجليزي يعلمك انجليزي بطريقه ممتعه وبشكل طبيعي زي ما اتعلمت العربي بالظبط. شوف الفيديو ده للاخر وهتعرف احسن كورس فرق معايا في حياتي بشكل شخصي، مش بس في اللغه، لا في حياتي كلها بشكل عام. اهلا بيك، انا احمد السيسي مؤسس نادي القراءه العمليه اللي من خلاله بنسعى اننا نساعد اكبر عدد من الطلبه يبداوا رحله التعلم الذاتي ويتعلموا المجالات اللي بيحبوها من احسن المصادر وكمان يشتغلوا في المجالات دي. النهارده في الفيديو ده هشارك معاك احسن كورس انجليزي بيعلمك انجليزي بطريقه طبيعيه وممتعه جدا. الجميل في الكورس انه بس مش بيعلمك انجليزي، لا ده بيأهلك للحياه وبيفتح عينك على افكار جديدة وحاجات كتير إيجابية وكتب من الأكثر مبيعا في العالم. اللي عامل الكورس ده واحد اسمه إيجي هوج، وبشكل شخصي بقول عليه أستاذي المجنون. هو مصنف من أحسن مدرسين الإنجليزي في العالم كله، وبيخليك تتنطط وتستمتع وانت بتتعلم اللغة، خاصة في الكورس ده. وكورس النهاردة اسمه Power English. هقول لك دلوقتي ازاي تحمله وازاي تبدأ بيه وازاي تتعلمه وتتعامل معاه ازاي. هتلاقوا طبعا لينك التحميل بتاعه، انا رفعت الكورس كله على جوجل درايف، وهشرح لك دلوقتي الطريقة اللي تتعامل بيها مع الكورس وتستفيد بيه احسن استفادة، وازاي الكورس ده فعلا هيفرق في حياتك. في البداية الراجل ده عامل حاجة اسمها الـ 7 rules لاكتساب اللغة، 7 قواعد لاكتساب اللغة، وشرحناهم على موقع نادي القراءة، وهي دي تعتبر البداية. وهتلاقي المقالات بتاعتهم برضو في الوصف بتاع الفيديو. دلوقتي هنخش على الكورس. انت مجرد ما هتحمل الكورس على جهازك او هتشوفه كده برضو على جوجل درايف. الكورس مكون من 30 موضوع، يعني هو بيقول انك ممكن تعلمهم في 6 شهور، بس ده مش موضوعنا. انا دلوقتي هقول لك الطريقة اللي تقدر تتعامل بيها مع ال 30 موضوع دول ويفرقوا معاك في تطوير اللغة بتاعتك. شخصيا الكورس ده فرق معايا جدا جدا، زي ما قلت لك، مش بس في اللغة، لا ده في حياتي وتفكيري وعقليتي بشكل عام. فانت هنا اول ما هتبدأ، اول ما هتحمل، ركز بس على الانترو عشان تفهم الكورس ماشي ازاي، عشان بس مش عايز اخش في كل التفاصيل لانك كده كده هتعرفها، هو بيشرحها افضل مني طبعا وعشان وقت الفيديو. بس عامة كل موضوع من 30 موضوع بيتكون من 3 عناصر رئيسية. ال3 عناصر دول، اول حاجة الموضوع الرئيسي اللي هو بيتكلم فيه، ايا كان بقى اسم الموضوع، سواء هيكلمك عن كتاب، سواء هيكلمك عن مقالة معينة او فكرة معينة لاكتساب اللغة، دي اسمها المين، وهتلاقيها هنا اول حاجة اللي هي رقم 1، وهتلاقي معاها البي دي اف بتاعها اللي هو كل حاجة بتتقال بتكون مكتوبة، وهنشوف دلوقتي في اخر الفيديو تطبيق عملي. تمام. بعد كده الفوكابيولري اللي هي الكلمات الصعبة اللي هي في الدرس، بيقعد يشرحها لك بطريقة جميلة جدا، مش بالطريقة اللي انت اتعلمت بيها خالص، انك تاخد نفس الكلمة وتقعد تكتبها 30 مرة. الكلام ده مش صحي خالص ومش بيعلمك. هو بيدخل الكلمة جوه عقلك بشكل طبيعي جدا وبشكل ممتع، فهينسف عندك كل الافكار الغلط عن اللغة ويخليك فعلا تبص للغة بشكل جديد وبشكل ممتع، وهتكون متحمس جدا جدا مع الراجل ده وانت بتتعلم كل يوم. الفكرة بس الاستمرارية. والدرس الثالث هو الميني ستوري. الميني ستوري بتكون عبارة عن قصة ممتعة بتتعلم منها بقى الجرامر، يعني مثلا مش الجرامر اللي احنا بنتعلمه في القواعد واقعد احفظ فيها، لا هو مش بيشرحه كده خالص، هو بيقعد يعيد لك الجملة مرة واثنين في ثلاثة في كذا زمن. هو طبعا شارح ده كله في الانترو، فانت بتفهم الكورس بيمشي ازاي. فانت كل اللي عليك مثلا لو هبدا في الدرس الاول في المين، هبدا افتحها كده الاوديو، بعد كده هفتح البي دي اف معاه وهسمع وهقرا. تعال نشوف مع بعض تجربه عمليه. هنفتح مثلا كده، These lessons are sold only on نفتح البي our دي اف. website, effortlessenglishclub.com. If you bought these lessons somewhere else, you have an illegal copy. انت بقى Please هتسمع notify كل us حاجة and we بيقولها will take عادي، لو immediate كلمات صعبة legal عديها مش action مشكلة، against the المهم seller. ان انت بس Thank كمل you. للآخر. وهسيب لك برضو Hi, this is في AJ اخر Hoag, الفيديو لينك director of قانون the تقدر Effortless English تحملها Club. تساعدك Welcome في to our new الكلمات set of lessons. الصعبة. These فانت are كده called the بتسمع Power English ودانك lessons. وبتشوف بعينك The reason they're called الكلام Power بينطق ازاي English وهكذا. is because in ده these اللي انت lessons we're هتعمله going to do كل يوم مع المواضيع دي كلها.
طيب هما كده 30 موضوع، كل موضوع فيهم مثلا يعني هنا بيتكلم مثلا عن كايزن واي، هنا موضوع انا اغلب الافكار او اغلب الحاجات اللي اتعلمتها كانت من الكورس ده بعيدا خالص عن الانجليزي، يعني مثلا ذا كايزن واي اللي هي المبدأ الياباني اللي هو عندنا ادومها وان قل، ازاي لو هتعمل حاجات قليلة بس داومت عليها هتغير حياتك، وبيتكلم بقى عن الكتاب وعن الكاتب وبياخد جزء من الكتاب ويقعد يشرحه لك هو وبيعمل لك عليه قصة عشان تثبت في عقلك، حاجة ممتعة جدا جدا. المهم ان من اول الدرس التاسع اللي هو ذا كايزن واي بيبدأ معاك بدرس جديد بيضيف للدروس للمواضيع درس رابع اللي هو البوينت اوف فيو ستوري، ودي برضو بتعلمك الجرامر وبتعلمك قواعد اللغة بشكل ممتع جدا مع الميني ستوري. فانت كده كل اللي عليك كل درس منهم بيكون حوالي مثلا من 10 ل 15 دقيقة، مفيش حاجة بتزيد عن كده. هو بيقول بينصح في الكورس انك كل درس هتسمعه، يعني مثلا انا دلوقتي هخلي في اول اسبوعين ليا ان انا هتعلم فيهم او اول شهر، تمام؟ هي الفكرة مش انك تخلص ال 30 موضوع، دي ملحوظة مهمة بس هنوه عليها، الفكرة مش انك تخلص ال 30 موضوع بسرعة، يعني تقولش انا كده خلصت ال 30 موضوع انا ما فين بقى ما اتحسنتش ليه، لا هو بيقول ان الفكرة في المداومة والتكرار وانك تفهم يعني الديب ليرنينج، انت تتعلم بعمق، يعني مثلا لو تقعد في درس واحد اسبوعين شهر شهرين بس تكون فهمت كله بكل الكلمات اللي فيه بالقواعد وهكذا، كده انت تمام جدا وتقدر تستخدمهم في حياتك. فالفكرة مش في الكم، لا الفكرة في الكيف وفي الفهم العميق للدرس، فانت ما تستعجلش خالص، انت مش مطالب تخلص ال 30 كلهم، انت بس خد كل درس كأنه هو ده بس الدرس الوحيد اللي عليك، خد كل موضوع ان ده الموضوع الوحيد اللي انت لازم تركز فيه. وفي الميني ستوري لما توصل للميني ستوري مثلا في كل درس حطها بقى على موبايلك، انا كنت بعمل كده، بحط الميني ستوري على موبايلي وبقعد اسمعها وانا في المواصلات او وانا رايح الشغل او وانا في الجامعه او غيره، وببدا بقى واحده واحده بلاقي نفسي حفظت الستوري، بلاقي نفسي فعلا قدرت اتكلم واركب الجمل بشكل صح من غير خالص ما اقعد اتعلم بقى قواعد اللغه وكده. فممتعه جدا يا جماعه، لازم تجربوها. يبقى احنا كده قلنا ال 30 درس هتلاقي فيهم بقى دروس عظيمه جدا، كل درس بعد كده من بعد اول درسين او اول 3 دروس بيبدا بقى بياخدك ل كل درس بيكون موضوع من كتاب، والكتب دي بتبقى الناس اصلا من المؤثرين في العالم في اكتر من مجال، ناس زي توني روبنز، يعني ناس تقال تقدر تسمع منه الدرس الواحد هيفرق معاك جدا جدا جدا. ارشح لك برضو ان انت لو لقيت نفسك هتمل او يعني حسيت بملل بعد اول موضوع او بعد اول درسين تخش على الدرس رقم 7 اللي هو ريبيتيشن، وده بيعرفك ازاي هتاخد كل درس وتسمعه كل يوم حتى لو 30 مرة وانت مستمتع جدا، وازاي تقعد تقلد الحاجات اللي تقلده وهو بيتكلم عشان تكتسب طريقة النطق الصحيحة وهكذا. الكورس محتاج مجهود، بس نصيحتي ليك انت هتحمل زي ما قلت لك، هتعمل كده خطة لنفسك، هتحط مثلا موضوع هاخد موضوع الشهر ده وهيفضل معايا الشهر كله، هحط ال 3 دروس بتوعه بالPDF بالاوديو معايا على الموبايل، وكل يوم كل يوم وانا رايح وانا جاي اسمع الدروس دي وهو شارح بالتفصيل طبعا زي ما قلت لك، وتبدأ تتعلم فيها. وصدقني لو عملت كده بنفس الطريقة دي وتبص للغة بالشكل اللي هو هيقول لك عليه وتتعلم وتداوم، بعد شهر واثنين وثلاثة هو بيقول 6 شهور هتلاقي مستواك في اللغة اتحسن جدا جدا جدا، هتلاقي عندك حصيلة كلمات كتير، هتلاقي قواعد اللغة عندك اتظبطت، هتلاقي النطق عندك اتظبط. الكورس ده ما تاخدوش ان هو بس كورس هيعلمك انجليزي بالشكل التقليدي خالص، ده كورس هيفتح عينك على الحياة، هيفرق جدا جدا في عقليتك، زي ما قلت لك المواضيع اللي هنا دي قوية جدا وهتخليك تشوف كتب عمرك ما كنت هتسمع عنها، وهتفيدك جدا سواء في البيزنس سواء في حياتك سواء في علاقاتك اي حاجة. فال30 موضوع ممتعين جدا، هتلاقوا لينك التحميل على درايف، وهسيب لكم المقالة اللي احنا شارحين فيها ازاي تحمل الكورس من غير اي مشكلة، هتخش بس على جوجل درايف وهتدوس تحميل، واحنا شارحينها بسكرينات في المقالات، وهسيب لكم المقالات تحت الفيديو ان شاء الله.
طيب عشان نوضح للناس ازاي تحمل الكورس من موقع نادي القراءة، هندخل هنا على الموقع وهنخش على قسم تعلم الإنجليزية، وهتلاقي طبعا مقالات كتيرة جدا جدا مرتبطة بالإنجليزي، فيها كل اللي انت محتاجه، كورسات للمبتدئين والمستوى المتوسط وازاي تعلم إنجليزي من أفلام وحاجات تانية كتير. المهم انت يهمك المقالتين دول اللي هم فيهم شرح التحميل وشرح الخطة وفيهم لينك التحميل. هتقرأ المقالتين دول، هنا هتلاقي على طول اللينك جاهز، لينك التحميل اهو، هتنزل عادي. هنا كل ده شرح طبعا للخطة، وادي رابط الكورس هتلاقيه في المقال ده، هتدوس هتدخل على طول على ما هو طبعا ايجي هو اهو، ولينك التحميل، تحميل الكورس مجاني على طول، هيوديك على جوجل درايف، هيطلع لك هتلاقي الكورس كله قدامك، التلاتين موضوع اهو زي ما شرحت لكم وزي ما وريتكم على الجهاز. مجرد ما هتدوس على دي كده على طول، ده كده تنزيل او تحضير للتنزيل، وهيتم تحميل الفيديو الدروس كلها على موبايلك، على جهازك او موبايلك بالطريقة دي. طيب وهنا برضو شرح اهو بالصور، ولو برضو السهم ده ما كانش ظاهر معاك هتلاقي هنا الشرح بالصور، او ممكن تدوس على طول على تنزيل الكل وهينزل معاك عادي جدا بدون اي مشكلة خالص. والناس برضو انا قلت لكم في اول الفيديو ان في شرح للسبع قواعد بتوعه اهم، هم السبع اسرار مشروحين بالتفصيل بالعربي عشان الناس اللي بتقول الانجليزي بتاعها مش مساعدها، افهم من هنا هتخش على السبع اسرار دول هتفهمهم، وبعد كده تبدأ الكورس على طول ان شاء الله. هتلاقي كل اللينكات دي في الديسكريبشن بتاع الفيديو. اتمنى اكون وضحت طريقة التحميل ليك. اتمنى انك تبدأ في الكورس ده من دلوقتي وتحمله. لو واجهتك اي مشكلة لنا في التعليقات، ولو عندك كورسات تانية انجليزي انت شفتها شاركنا بيها في الكومنتات، وقول لنا كده في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتواجهك في تعلم اللغة، وهنستنى ان شاء الله يعني تطويرك في اللغة. وما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك، وعايزين نوصل القناة ل 10,000 مشترك قبل ان شاء الله السنة ما تخلص. وما تنساش تفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.